اهلا بكم. النهارده في حلقتنا هنعمل رشته، والرشته حاجه من الحاجات اللي هي اتطلبت، وكان في الرشته الجزائريه كانت مطلوبه على الفيسبوك لما طلبتها. وبعدين كان امبارح معانا الاخت ام مهند من ليبيا اتكلمت على الرشته وقالت بنعملها ازاي، فنعمل هنا برضو رشته ليبيه، واكيد هيبقى في رشته تونسيه معموله بطريقه مختلفه، لكن اساس في الموضوع وفي الرشته والمسميات، لان بتتسمى في كذا بلد، حتى في بلاد في الشام بيعملوا حاجات زي كده او قريبه منها. الفكره فيها انها عجينه، والعجينه بسيطه جدا، بتبقى فيها دقيق وميه، يعني ده الاساس في العجينه. فالفكره في عمل الرشته ان احنا نعمل عجينه الاول، وبتبقى مكوناتها الدقيق اللي بستعمله نص كميته تبقى ميه، يعني بحط هنا الدقيق وبعاه شويه صغيرين من الملح، ما بحطش ملح كتير، حبه صغيرين من الملح، وبعدين بتبقى بقيه المكونات بتبقى ميه. هنا اهوت الميه لغايه لما العجينه تتكون وتبقى كتله او كوره متماسكه، وبعملها واسيبها ترتاح شويه، وبعدين ابتدي اشكلها واعملها بالشكل اللي انا هنتكلم عنه، وكل بلد بتعمله بطريقه مختلفه، بيبقى فيها اختلاف في السماكه بتاعتها والطول والحجم بتاعها. وطالما العجينه اتعملت يبقى انت ممكن تعملوها بمسميات تانية كتيره وباشكال تانية كتيره. حط هنا شويه من الميه تدريجيا لغايه لما تتكون كوره عندي، بسيبها تتعجن شويه. طبعا دي ما فيهاش خميره، ما فيهاش اي بيكنج باودر، ما فيهاش اي بيكنج صودا، بس اشكل الكوره كلها تبقى كتله واحده، وبعدها هاخدها واستعملها واعمل ديت اللي هي بتبقى العجينه ديت، باخدها على اساس افردها. عندي اختيارين، باخد العجينه وافردها هنا اهو، دي بتبقى فكره العجينه. ممكن افردها بالنشابه لو حبيت افردها بالنشابه، في ناس ممكن تحط عليها دقيق السيمولينا، عايز احط دقيق السيمولينا وافرد بيه، او بستعمل دقيق العادي، يعني ممكن بدقيق السيمولينا وافردها لغايه لما تبقى رقيقه، او ممكن استعمل مكنه اللي هي مكنه المكرونه اللي ممكن افرد بيها واعملها وتبقى يعني رقيقه شويه. يبقى ديت الاول حاجه عملناها هنا، شكلت العجينه، فده بيكون شكل العجينه، بعملها واسيبها ترتاح هنا، ده بيكون الفكره بتاعتها. وبعدها بسيبها هنا على جنب على اساس ان اخدها بعد ما بفردها، وديت ممكن نعملها مفروده على اساس اطلع منها الحاجات اللي انا عايزها. بحط عليها يا اما دقيق عادي عشان ما تلزقش، يا اما دقيق سيمولينا، يا اما دوت نحط دقيق سيمولينا او دقيق العادي. نبتدي نوت بالحجم الكبير الاول، نشوف هنا اوسع حاجه ايه، بنشوف المكنه هنا اوسع حاجه هي ديت اللي ببتدي بيها، وبعدين ناخدها هنا وبعدها بنحط هنا، اتاكد هنا اهوت المكنه بتنزلها فيه، بس اتاكد انها شغاله هنا اهوت. وبعدين اتاكد من المكنه هنا اهوت، بس الكهرباء شغاله شويه. وممكن نجيب مشترك تاني يا احمد بعد اذنك. هناخد ديت بحيث ان انا هعملها رقيقه. لو عملتها رقيقه عندي اختيارين، على ما يصلحوا هنا المكنه نشوف انا لو حبيت اعملها بالطريقه ديت ممكن اعمل ايه. باجي نهوت واحط عليها نشا عشان ما تلزقش، يعني باخد نهوت شويه من النشا بحطهم في قلب شاشه، يبقى الفكره نهوت النشا بحطها في شاشه عشان ما تلزقش، او ممكن استعمل دقيق بس بقلل من كميه الدقيق اللي بستعملها. حط شويه هنا اهوت من النشا في قلب الشاشه. ولو ما عنديش المكنه ديت او ما عندكوش كهربا زي ما حصل لنا هنا، انتوا بتاخدوا نفس العجينه بعد ما بترقوها بتتحط هنا اهوت والفها بالطريقه دي، وبعد كده دي بقطعها، يعني دي باجي هنا واروح مقطعها حتت صغيره، يبقى دي كده اهو تبقى الفكره نفسها اللي ممكن اعمل بيها حسب حجمها اللي انا عايزه
او اللي انا عايز اعمله. يبقى انا دلوقتي عملت فكره زي فكره المكرونه، بعدين بمسكها واحده واحده وبنفردهم على اساس ان دوت ممكن هناخدها وهنعملها زي ما بنقول ان هو نفورها، يعني نعملها ينوت على اساس دي تتفور. حطها هنا وبحطها في صاج، بجيب صاج بحط فيه شويه من الدقيق او شويه من النشا، وهاخدهم دول واحط ميه بتغلي على النار وهنستعملها. بس نشوف ينوت اللي احنا كنا بنعملها ايه اللي حصل فيها. ناخد ينوت ديت وبنعملها زي ما قلت ان انا بعملها الاول على المقاس الكبير، وبعد كده بعد ما بعملها بالمقاس الكبير بصغر الفتحه، يعني بشوف ينوت واصغر شويه، يعني بعملها على اكتر من مره. يبقى الحجم بتاعها كان الطول دوت كده، دوت هتطول لانها هتبقى ارفع وارق. يعملها زي ما بنعمل بالظبط المكرونه، او زي ما قلت لو حابين تستعملوا نفس الفكره في موضوع النشابه. وبعدين اروح مصغرها مره كمان لغايه لما تبقى ارق مره كمان، اسحبها من هنا. وديت بتتعمل الطول بتاعها حسب ما انا عايز، ممكن تقطعها مربعات او ممكن اقطعها بالطول. وديت ممكن اعملها زي فكره ما بنقول اللي هو الفاتتشيني، يعني موضوع الفاتتشيني حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تبقى اقرب من الرشته عن اي حاجه تانية. باخد دي كده اهو وبحط عليها شويه من الدقيق او النشا، اخدها هنا اهو، وعلشان ما تلزقش هجيب النشا هنا وبحط عليها عشان ما تبقاش كميه كبيره شويه من النشا. وبعدين نشوف ديت ممكن نقطعها او نخليها كامله، لكن احنا قلنا ممكن نقطعها بفكره المكنه بنفس الفكره. بيبقى فيها النوع الثاني اللي هو بيبقى ارفع شويه، احنا عملناها اللي هي السميكه او الغليظه، فاحنا دلوقتي محتاجين نعملها اللي هي الارفع شويه. حسب طولها وحجمها انا عايز اعملها قد ايه، فممكن ديت نقطعها على اتنين، ناخد ديت ونقطعها على اتنين ونبتدي نحط المكنه اللي هي زي فكره الاسباجيتي او اللينجويني، بتبقى متقطعه رفيع، بعملها هنا. يبقى دوت الحجم بتاعها، ودي ممكن اعملها وتبقى طويله لو عايز او قصيره، او بعد ما بعملها بقصها، يعني ديت هتكون الفكره بتاعتها. لو حابين تقطعوها بالسكينه قلنا نقطعها بالسكينه او بقطعها بالطريقه ديت. يبقى انا عندي هنا الكميه نفسها دي باخدها على اساس احطها في قلب ميه، دي بعملها مش بحطها في ميه مباشره، لا ديت بتبقى زي ما احنا شايفينها بتبقى بالطريقه ديت مش ماسكه في بعضها، وزي ما قلت ممكن اقطعها صغير. لكن باجي هنا واجيب ميه بتبقى مغليه، في الميه المغليه ما بحطش ديت مباشره في الميه، مش عايز اغليها، انا عايز زي ما بيقولوا افورها. فبتبقى الميه محطوطه هنوت، اتاكد ان بعليها على الاخر، وعندي زي صينيه ما فيها فتحات زي ما احنا شايفينها، صينيه فيها فتحات وبحط عليها الميه من فوق، يعني بحطها كده اهوت وبحط الميه من فوق، ما اعرفش شايفينها ولا لا، بس هو دوت اللي هو بتكلم عليه. بحطها هنا اهو وبحاول عشان ما تلزقش في بعضها نبعدها عن بعضها شويه، وبخلي الميه تغلي واقلبها مره واتنين. بعد ما بقلبها مره واتنين بتبقى دوت الشكل بتاعها. يبقى انا كده فورتها، ممكن اخد ديت واحطها في قلب اكياس واخليها في قلب الفريزر لو حبيت. يبقى عملنا النوع دوت اللي هو زي ما احنا شايفينه رفيع، وعملنا النوع الثاني اللي هو بيكون سميك، ودول باخدهم على اساس اطبخ بيهم. ده ممكن نخليهم هنا نعملها بالطريقه التونسي، وديت بيكون شكلها اللي هي بتبقى رفيعه بنفورها، وبعد كده ديت ما بتتفورش اللي هي هتكون على الطريقه الليبي. في ساعات بيتحط دقيق السميد بدل الدقيق العادي، بيتحط دقيق سميد. اما طريقه طبخها كل نوع هيتعمل هيبقى مختلف عن التاني، فهنعملها بالطريقه الجزائريه وبالطريقه الليبيه وبالطريقه التونسيه، وزي ما احنا قلنا انتوا قلتوا لنا على كذا فكره. هنا بالنسبه لاول حاجه اعملها هنا، ممكن استعمل مكنه زي فكره اللي هو
اللي بيتعمل فيها الرز. حط شوية هنا من الزبدة، حاجة بسيطة هنا من الزبدة دي، بحمر فيها بصل، حط شوية هنا من البصل، بتحط معاها شوية من التوم، بصل وتوم، ودي بتحط معاهم فراخ، بكون غسل الفراخ ومنضفه، حط هنا، وبتحط معاهم خضار. يعني ده على اساس اسوي كله مره واحده. الخضار عباره عن ايه؟ عن لفت وكوسه وجزر وحمص، وبحط اكيد في بهارات، بستعمل ملح وفلفل وشويه من الكزبره المطحونه، ورق غار وزعفران، واختياري ممكن نحط هنا شويه من القرفه. يبقى نحط هنا البهارات، نحط البهار هنا، الملح والفلفل ورق الغار، نقلب كل ده، والزعفران، ونحط القرفه اللي احنا قلنا اختياري، وبعدين بحط ميه، ديت هتبقى ميه سخنه على اساس نسويها فيها، نحطها هنا، هسيب دول يتسلقوا شويه، ولما يبتدوا ينسلقوا نولع عليها هنا، لما يبتدوا ينسلقوا نبتدي نسقط او نحط، دلوقتي بقت الميه متنكهه، نحط الخضار ونحط كمان الحمص لانه مسلوق. نشوفكم بعد الفاصل ونشوف هنعملها ازاي، ودي رشته على الطريقه الجزائريه. شجره صنوبر من كوريا هنا في ديره في دبي، وهناخدكم لرحله اسيويه. من الفلبين وكوريا وتايلاند واليابان، رحلة آسيوية في مطعم ومطاعم وفندق إيجيانا. يبقى دلوقتي اللي احنا شفناه دلوقتي ده جزء من اللي احنا قلنا عليه يوم الجمعة، كانت حاجة حصلت كبيرة جدا. في الفقرة اللي جاية هنقول لكم تقرير عنها، كان تحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس، وكان عدد الطوال اللي موجودين في مكان واحد هنا في فندق الميدان 2847 شيف. نرجع للرشته اللي احنا عملناها قبل ما ناخد هنا الفاصل. ابتديت بحط هنا الفراخ على اساس ان انا بسويها مع البصل، وحطيت شويه من الزعفران، كزبره، وممكن نحط قرفه وتوم، وبعد كده بنحط حمص. الحمص كان نص سوا، فبكمل تسويته هنا، وبجيب اللفت واقطعه قطع على اساس اسويها، يبقى دوت المرقه او الخضره اللي هسويها هنا مع كوسه ومعاها جزر، زي فكره هنعمل الكسكسي. يعني احنا لو بنعمل كسكسي بحط كل الخضره ديت واسيبها، يبقى البخار اللي طالع هنا ليه طعم وليه نكهه وليه مميز، هيبقى مختلف شويه. نجيب هنا اهوت حاجه زي الكسكاسه، لو فتحتها كبيره كده بتاكد انا بحط شاشه، او بجيب المكرونه اللي احنا فورناها مره، او الرشته اللي فورناها مره وبحطها عليها. يبقى هنا بنحط الرشته هنا، تتحط بالطريقه دي، والبخار اللي هيطلع هيسويها مره كمان. يبقى احنا جبناها مره وفورناها وبنبعدها عن بعض، وبسيب البخار دوت يطلع عبال ما بيسويها، هنشوف هنعمل فيها ايه. بس ناخد اتصال، وديت كانت فكره الرشته. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عايزة الفكرة بتاعت السكر بالجيليكوز. نعم معلش حضرتك، بس صوت حضرتك، عايز حضرتك حبة إيه؟ بس بتاعت السكر بالجيليكوز. عايزة الكيكة، الكعكة بتاعت السكر بالجلوكوز؟ أيوه. اللي هي إيه يعني؟ إيه الكعكة؟ اللي هو يعني اللي هو العجينة اللي بتتفرد وتتغطى بيها ال انت الحق اللي فاتت عملت اكتر السكر يعني ناعم والجيليكوز ومش عارفه هذا. نعم، اللي هو زي فندان، عملناه زي فندان وفردناها، كانت حاجه مشابهه لديه. طبعا دي رشته، واكيد انت حضرتك من ليبيا عارفه انا قصدي ايه، لكن كانت عجينه عامله زي دي بس بيضه. ده اللي كنت تقصدي عليه؟ ده اللي تقصديه؟ أيوة. عجينه عامله كده وتغطى بيها الكيكه. طيب تحت امر حضرتك هنحط لك المقادير. هي عباره عن سكر بودره محطوط عليه جلوكوز، بتحط عليه شويه صغيرين من عصير الليمون. هنحط المقادير لحضرتك باذن الله. اما بالنسبه للرشته
اللي بتحصل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الطريقه الجزائري. حطيت هنا اهوت المرقه والخلطه اللي احنا عملناها لغايه لما بتستوي، واجي بعد كده نطلع نفصل الخضار عن الدجاج. فالدجاج بياخد اللون هنا اهوت، بياخد اللون الكهرمان او اللون اللي هو الاصفر اللي معمول من بسبب الزعفران. طلعه هنا على اساس هزين بيه، نحطهم هنا على جنب، وبعد كده نخليهم هنا، وبقية الحاجة اللي عندي هنا يكون خضار. هاخد الخضار بس الأول، باخد المرقة اللي هي جهزت عندي ديت عشان أسوي فيها. نحط هنا مرقة وهسوي فيها الرشتة. يبقى الرشتة احنا فورناها مرتين، نولع هنا تأكد المية بتغلي، نحط كفاية هنا مرقة كفاية، نتأكد ان انا عندي في نار هنا اهو. وبعدين بروح واخد الرشتة اللي اتفورت واكمل تسويتها هنا. يبقى دي اتفورت مرتين وبنكمل تسويتها هنا اهو. ولو حسيت ان انا محتاج احط مرقة كمان بنحط مرقة كمان وناخد اتصال. الو 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 الو، ازاي حضرتك يا اختنا؟ انا زين الحمد لله. شيف اسامه؟ شيف اسامه حضرتك تفضل. شلون صحه؟ الحمد لله بخير، ازاي حضرتك؟ نشكرك على اكلاتك طبعا كلها طيبه. ده من ذوق حضرتك. اشكرك. بس شيف وايد خليتهم بالاكل واحنا ما نحبه. نعم؟ توم وايد خليه بالاكل. ايه التوم وايد في الاكل؟ مش سامع حضرتك، معلش حد يقول لي انا بحط توم كتير في الاكل؟ اي نعم نعم. طيب لو ما بتحبيش التوم ما تحطيش، بس اعملي يعني ما بحطش في الكيك توم، ما بحطش في الحلويات توم. والتوم اللي انا بحطه لو في اكل مش عاجبك ما تحطوش. انت ما بتحبيش التوم؟ نعم. طب وايه تاني؟ الشيء في العقد نريد كتابة بالعراق وماكو، أنا مبغداد. خلاص أنا حاولنا والله، سألنا الموضوع دوت وشوفنا مين اللي ممكن يكون بيوزع الكتب في العراق، لكن والله أول ما هنعرف هبلغ حضرتك أو هبلغ كل محبينا في العراق، لأن فعلا أنا نفسي حابب إن هو يوصل لكم، فسامحوني لكن مش بإيدي، مش عارف إزاي ممكن أوصله لكم. صار سنين يعني أتابع برنامجك وهاي. والحمد لله على التطور وعلى هاي. الحمد لله. يعني حلو برنامج، حلو شيء مرتب. من ذوق حضرتك، من ذوق حضرتك. طب انت عارفه هقول لحضرتك حاجه، انا كنت الرشته اللي عملتها دي ما كنتش حاطط توم لغايه لما قبل ما اطلع الحلقه ب 10 دقائق قالوا لي حط توم. انا في الطريقه اللي انا عملتها دي كانت جزائريه، والطريقه اللي بيا فيها توم. امبارح كان الاخت ام مهند قال حط توم، لكن انا مش هحط توم في الطريقه الثانيه ان شاء الله، على اساس تتابعينا واعملها لك بطريقه تكون على ذوقك باذن الله. تؤمرين. اما بالنسبه للوقت زي ما احنا شايفين ما خدتش وقت عبالة ما بتستوي. بعد ما حطيتها هنا وفورتها ده بيكون الفكره بتاعتها اتشربت المرقه، فورناها مره والتاني، وبعد كده دوت اللي انا هاخدها وبحطها هنا في قلب طبق التقديم. نجيب الطبق اللي هقدمها فيه وبحطها هنا في النص، وبعدين بنزينها بالخضار اللي احنا سويناه. يبقى هنا هوت بتتحط، بنعملها زي هرمية شوية، وبعدين نزينها بالخضار. عندنا الكوسة والجزر والبطاطس، وقصدي الليفت هتحط هنا، والفراخ طبعا. ممكن كنا نزود الدجاج لو حبيته، كان ممكن تعملوها بطريقة أكبر شو أكتر شوية، ونسبة وتناسب انتوا حابين تحطوا ايه. حطينا جزر، تاخدوا وقتكم في التزيين، وأثناء ما احنا بنزينها هنا هناخد اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أخي أختي سارة. أيوة
السلام عليكم. ممكن بعد اذن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون شويه؟ انا دايما بشوف يعني بشاهد وصفاتك. نعم. بس دايما بتسوي بس الوصفات اللي هي جزائريه تونسيه. بعمل وصفات ايه؟ الليبيه والتونسيه والجزائريه. طب انت عايزين اعمل ايه؟ يعني ضروري تسوي وصفه مغربيه، يعني كسكس مغربي، يعني الوصفه تبع اليوم الوصفه تبع اليوم تشبه الكسكس المغربي. طب انت عارفه يا ساره اليوم اللي انا بعمل فيه اكل مغربي ايه اللي بيحصل؟ لا والله. بيجي لي اتصال من الجزائر يقول لي انت بتعمل اكل بيجي لي اتصال من الجزائر يقول لي انت بتعمل اكل مغربي وما بتعملش اكل جزائري. لا لانك اليوم انا شايفك يعني بتحكي على طريقه جزائريه، طريقه تونسيه، طريقه ليبيه، بس نسيت المغرب. لا ما انتوا بتعملوا رشته؟ طيب بتعملوا رشته؟ نعم. بتعملي رشته؟ رشته؟ رشته رشته اللي انا بعملها دي. في رشته، في كسكس مغربي، في المروزيه، في طاجين، في كتير يعني. بالظبط. فاحنا عملنا الكسكس المغربي. ايوه. وعملنا الاكلات المغربيه في الوقت اللي احنا عملنا فيه اكل مغربي. فالنهارده عملنا الرشته اللي هي بتتعمل في تونس وفي في الجزائر وفي ليبيا، وكل واحد بيعملها بطريقه مختلفه. بس بتمنى يعني الحلقات الجايه ان شاء الله بتسويها بطريقه مغربيه. اكيد. وطالما انت معايا على الهوا اللي احنا عملناه بالظبط لما حطيت الخضره هنا ممكن بنفس الطريقه بنحط هنا الغطا اللي هي اللي فيها زي الكسكاسة، وممكن يكون كسكسي ويتقدم بنفس الطريقة صح؟ أيوة بنفس الطريقة، بس إحنا بنسوي السميد ما بنسويش العجينة بالطريقة اللي أنت سويتها. بتسوي حاجة زي كده مشابهة زي إيه؟ أيوة سميد بيتفور كده ثلاث مرات. نعم. وفي لحمة وفي كده وفي كده. بس ده بيبقى مفرول وصغير واللي هو الكسكسي. أيوة بيكون لونه زي كده أصفر لأن إحنا بنسوي ملون عشان يعطيه اللون. نعم. خلاص يبقى ان شاء الله اوعدك ان شاء الله احنا بنقول بنروح رحله في الوطن العربي، وكل يوم عملنا حاجه من السعوديه امبارح بنعمل حاجات من النهارده، ان شاء الله في الاسبوع الجاي هنعمل حاجات من المغرب باذن الله. طريقه مغربيه تحت امرك. يعني صحيحه. صحيح. لا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله تؤمري. شكرا. تحت امر حضرتك. بالنسبه لل اللحم المقدد او الجديد او المجدد، عباره عن لحم بيتحفظ في ده ده انا ممكن استعمله باكتر من طريقه. باخد اللحم نفسه اسويه، يعني استعمله، وباخد الدهن اطبخ بيه. فهنا ممكن الاخت ام مهند ما قالتش على كده، قالت انها بتجيب دول وتحط عليهم بتشوح بصل وقالت ثوم، بس انا مش هحط ثوم زي ما انتم عارفين ليه. فهحط هنا بصل بحمره شويه، واثناء ما هو بيتحمر هنجيب حلبه. الحلبه اللي هي الحصى بحطها في قلب ميه بارده بسيبها تتنقع، واثناء ما هي بتتنقع بكون حمرت البصل شويه، وكمان نقعت فول، بجيب فول مدشوش، عدس، وحمص. دول اللي هي الحبوب اللي هستعملها جوه الخلطه هنا. الريحه بتاعت الدهن هنا مختلفه تماما، وممكن استعمل زيت زيتون لو حبيته، ما تستعملوش الدهن نفسه. بعد كده هاجي هنا واحط بقيه المكونات. هيبقى عندي جزر وعندي بطاطس، وبحط معاهم طماطم، وبحط البقول. البقول زي ما قلت منقوعه، فمش محتاج ان انا اسويها لوحدها، يعني ممكن بحط كله مع بعضه هنا. وفي ناس بتعمل بقول بس وما بتحطش الخضار، يعني اذا ممكن ده يتعمل بالطريقه دي ممكن يتعمل بالطريقه ديت. احط نوت بس بقيه الحاجه ديت على بعضها، احط قطع اللحمه، وبعدين الميه اللي فيها الحلبه وشويه من الريحان الطازه، ومع دول بنحط طماطم مع صلصه طماطم، نقلب كل دوت، وهنديها شويه من الحراره بحبه صغيرين هنا من الفلفل اللي هو الحامي. احط كل دول واسيبهم يغلوا ويستووا، ولما يستووا هنشوف هنسوي الرشت على الطريقه اللي بيها ازاي. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. شجره صنوبر من كوريا هنا في ديره في دبي، وهناخدكم لرحله اسيويه. من الفلبين وكوريا وتايلاند واليابان
رحلة آسيوية في مطعم ومطاعم وفندق. دلوقتي فكرة ان احنا بنفور حاجة، ان انا بجيب الرشتة اللي عملناها وبحطها هنا زي مصفى، وبيبقى فيه مية سخنة من تحت على اساس ان هي ديت التفويرة الاولانية اللي انا قلت عليها، وبعدين باخدها وافردها في قلب صينية، ولما احتاجها يعني دي بعد ما بتبرد ممكن بنحطها هنا في قلب اكياس بلاستيك واخليها في قلب الفريزر للوقت اللي انا عايزها، وبعدين اطلعها على اساس دي بتبقى جاهزه استعملها. ودي اللي عملنا منها اول نوع اللي هو الجزائري. اما النوع الثاني اللي هو قلت ان هو الليبي، ببقى جايب الرشته بس بتبقى متقطعه اعرض شويه، وممكن اكون مقطعها بالسكينه يعني اقطعها بالسكينه، وبيبقى فيها دقيق ممكن دقيق عادي او دقيق سيمولينا. والخلطه اللي عملناها هنا كانت عباره عن خضار سويناه هنا، بيبقى اهم حاجه ان هو بيبقى سخن، المرقه اللي انا حاططها هنا بتبقى سخنه، وحطيت في قلبيها شويه من الفلفل اللي هو الحامي، واخر حاجه بحط عليها شويه صغيره من البابريكا، وقلنا ان ممكن بالثوم بس كان في حلبه محطوطه منقوعه في ميه. بعد كده بعد ما اتاكد ان كله هنا هو جاهز واللحم المقدد اللي احنا حطيناه ابتدى يتشرب ميه، فابتدى يبقى صاحي وبقى مختلف تماما. باجي هنا واتخلص من الدقيق الزياده وبعملها، بس ما تبقى زي فكره المبكبكه، يعني الفكره فيها انها المبكبكه بتبقى المكرونه بتتشرب كل المرقه ديت، بتبقى بحط الرشته هنا وبمجرد بس ما بقلبها بسيبها تنطبخ، بتبقى زي المرقه وفي نفس الوقت في لسه يعني مساحه للرشته نفسها، يعني دي بتبقى الفكره بتاعتها ديت. بسيبها تستوي، ما تاخدش وقت كتير للتسويه، وهجيب الطبق اللي هغرفها فيه وناخد اتصال. الو، هنضيف هنا شويه من البصل اللي هو المحمر ده، بنضيفه في الاخر. ودي كده الرشته مع الخضار مع البقول، قلنا فيها فول وفيها حمص وفي قلبيها خضار كتير، ممكن نسبه ممكن تشيلوا كل الخضار تستغنوا عنه، او تحطها كلها بقول، او تعملوا الخلطه ما بين الاثنين. دي جاهزه للتقديم، نحطها هنا اهو، بتاخدش وقت كتير في التسويه، وبسويها مباشره، احطها هنا اهو مباشره مع اللحم ومع الفلفل. وديت ممكن زي ما قلنا اكل شتوي، يعني بيعتبر من الاكلات الشتويه في المنطقه كلها. نحط هنا اهو بالطريقه دي، و نتأكد ان عندي كام قطعة من اللحمة محطوطة فوق، ونطلع جزء من الفلفل على اساس يبقى عندنا الالوان كلها هنا اهو، نحطها هنا اهو، ودوت يبقى الطبق التاني. ونعمل الطريقة التانية اللي هي هتكون تونسية، بس نحط كده كل حاجة مع بعضها، وديت هتكون فيها جزء من اللي هنستعمله هيكون فيه فراخ، بستعمل فراخ وبستعمل شوية هنا اهو من الكرفس، شويه من الجزر، الحمص بيبقى برضو فيها جزر وحمص، بس هنا بقطعهم قطع صغيره. والدجاج هستعمل بس الرجلين، حط شويه هنا من زيت الزيتون، وبعدين نحمر الرجلين فيهم هنا، حط الرجلين، واثناء ما هي بتستوي هناخد اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا عبد الملك، انا من العراق اخو سامة. يا اهلا وسهلا، زي حضرتك، حابب اسلم عليك. ده شرف لي والله يا ابنك، من ذوق حضرتك. ومعك كل الاكل اطيب. ده من ذوقك، من ذوقك. كان عندي سؤال، في حاجه اسمها رشته بتعملوها عندكم في العراق؟ احكي لنا عن كنافه بالمحلبيه. طب اريد اعرف منها برضو، تسالها بعد اذنك، في عندكم رشته بتتعمل في العراق؟ سمعتني يا احمد مالك؟ معذره الخط قطع، لكن بالنسبه للكنافه اللي سالتني عليها ان شاء الله وانا بعمل الحلو هقول لك عليها باذن الله، لكن كنت حابب لو في حد بيعمل رشته او حاجه قريبه من اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي احنا قلنا عليه ان هو جزائري وعملناه ليبي، ودلوقتي بنعمله بالطريقه التونسي. هنا بجيب
جزء من اللي هي رجلين الفراخ، احط معاها شويه من البصل، احط جزر وكرفس، احط شويه من الجزر والكرفس، ولو بتحبوا الثوم حطوا ثوم، لو ما بتحبوش ما تحطوش. يبقى هنا دلوقتي دول بتحط كلهم. اما بالنسبه للبهارات بيبقى شويه هنا من الزعتر الجاف بيتحط معاها، وشويه من روز ماري اللي هو اكليل الجبل ده بيبقى جاف، وملح وفلفل ورق غار. يبقى كل البهارات بتتحط هناوت، وشويه من ورق الغار، وبتبل ده كلهم بشويه ملح، ونقلب كل ده. ودي هتطبق بنفس الفكره اللي طبخنا بيها يعني التركيبه ما بين الاثنين، يعني دول هتبقى تركيبه من الاثنين، توليفه من الاثنين. يعني بحط هناوت شويه من الحمص وصلصه الطماطم ومعاهم بقدونس، يعني بحط البقدونس. التانيين كان حاجات جافه، البقدونس بيبقى طازه يتحط هنا، ومعاه بيبقى المرقه. على اساس اسيب كل دول ينطبخوا علشان ده اللي هاخده، وتبقى الطبخه معموله بطريقه مختلفه شويه. يعني بعد ما بتستوي كل المكونات دي هطلع هنا رجلين الدجاج، ناخد ان هوت الرجلين ونوريكم دي بتتقدم ازاي. وبتبقى الفكره فيها ان انا بسوي او فورت الرشته اللي هي بتبقى متقطعه رفيع. بعد ما بتتفور يعني ديت سويتها، ممكن نحطها هنا اهوت بس تتسلق شويه، وبعدين بحطها في شويه من المرق هنا اهوت، ناخدها نشيلها من هنا، ومعاها خضار. يعني احطها واحط معاها خضار. خلينا نطلع الخضار الاول لان ديت هدخلها الفرن. يبقى عندي الحمص وشويه المرق والرشته نفسها هنا اهوت، نطلعها تخلص من شويه المرق اللي فيها، نحطها هنا اهو، ونحط شويه من الخضار على جنب، نتخلص من الخضار هنا اهو. ولو حسيت انها فيها المرقه كتيره ممكن بقلل المرقه، لكن بدخلها الفرن لغايه لما تتشرب بقيه المرقه اللي فيها. نحط شويه الخضار، وبرفع الدجاج ونزينه كده او نحطها في النص، وناخد اتصال اثناء واحنا بنكمل تسويتها. وديت بتبقى مستويه جزء من بره وجزء تاني في الفرن، نحطها هنا اهو، وناخد ديت ونوديها في الفرن نسويها او نكمل سواها. نرفع دي نحطها هنا، وبسيبها ممكن ربع ساعه نص ساعه لغايه لما تستوي، وبطلعها من هنا تكون تشرب شويه من المرقه. وزي ما قلت ممكن اكتر كميه المرقه اللي فيها بتحط هناوت، وده بيكون طبق الرشته الثاني. لكن يوم الجمعه اللي احنا عملنا فيه، قلنا ان احنا كان فيه رقم قياسي اتحطم، كان فيه رقم ثاني اتحطم. تعالوا نشوف مع بعض ايه هو الرقم اللي احنا حطمناه، ونحكي لكم الحكايه بعد ما تشوفوا التقرير دوت، ونشوفكم بعد الفاصل او التقرير على طول ان شاء الله. خمسة وعشرين منشأة وفندق موجودين هنا في الميدان، في يوم بنحاول نكسر فيه العدد أو الرقم القياسي لعدد اللجيمات. هيبقى حوالي 40,000 لجيمة معمولة هنا، الكل هيدوقها وبيعدوها حسب ما تتقلي. هيكون موجود النهاردة في أكتر من حدث موجود في نفس المكان. يبقى اليوم دوت موجود فيه أكبر عدد من الطهاه موجودين في إمارة دبي تحت سقف واحد أو في مكان واحد، هيكون أكتر من 2200 شيف، وفي نفس الوقت هيكون أكتر من 40,000 من اللجيمات معمولة، وأكيد هتبقى صعب على أي حد إن هو يكسر الرقم دوت. تاخد لجيمات يعني؟ يميز الفعالية هذه أن لدينا أكثر عن 100 طاهي، أعد أكثر عن 45,000 حبة
حلوى الجيمات، مثل ما تعرفون ان هذه احنا من خلالها نسعى الى كسر او دخول موسوعه جينيس العالميه. السلام عليكم. My name is Jean Hirstel. I'm the executive chef in Boca in DFC restaurant. I'm here with Grégory Kelouf and we're here to show you this this wonderful sweets. So Greg will taste it. Greg, please. I tasted it already. It's wonderful. It's very good. Crispy, very good. Crispy outside, soft inside. I think with the date syrup, it's a very good combination. And yeah, it's very famous in Dubai. And I think today we're going to be ready to break the world record. معكم الشيف خليل مصطفى من مركز دبي التجاري. اليوم توفقنا وقدرنا نخسر العدد الانديفيدوال بروحنا ما يقارب 20,000 حبة. لموضوع اللجيمات اللي شفتوه، احنا كنا بنفكر ان احنا هنحاول نكسر الرقم، مش نكسر رقم قياسي، نعمل رقم قياسي لان ما فيش حد عملها قبل كده، ونعمل 40,000 لجيمات. لكن اللي حصل ان هم عملوا حوالي 73,400، فاذا ده رقم جديد وان شاء الله ده اللي هم هيعلنوه رسمي بعدين. لكن نتكلم على قلنا في حلقاتنا هنعمل من كل بلد حاجة مختلفة أو بنعمل بلاد مختلفة وهنعمل كل البلاد، بس اعذروني إن أنا ما أقدرش أعمل كل البلاد في يوم واحد، فهنحاول على الأسابيع عشان برضو نتابع مع بعض، لأن احنا عندنا حلقات تانية إن شاء الله نعمل كل مرة بلد. هاخد اتصال وبعدين نتكلم على الفقرة بتاعتنا اللي هي قلنا في فقرة أسبوعية بنتكلم على أكل صحي أو أكل ذوي احتياجات مخصصة، والنهاردة نخصصها لموضوع الأنيميا. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. العافية حضرتك أخت محمد، والله ما قصرت، وريتنا كل شعوب العالم وخدنا فكرة حلوة عنهم، يعني ما قصرت صراحة. الأسبوع اللي فات أخت محمد كان عندنا السواحيلي يوم الخميس، كنا قاعدين هنا. حلو حلو والله، كله حلو إن شاء الله. بعد بكرة يعني هيكون من آسيا، ناخدكم في آسيا إن شاء الله يوم الخميس. إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لا والله أشياء حلوة ما شاء الله. لله. بس مدخلة صغيرة بالنسبة حق الرشتة، إحنا عندنا نوعين من الرشتة بعد إحنا نسويها. مين إحنا؟ بالكويت. بالكويت، أهلا تفضل. لأن إحنا نسوي الرشتة اللي نحطها نفس الطريقة اللي أنت قصيتها. نشفها وبعدين نحمرها، يعني بدون زيت بس بالمقلة نحمصها. تتحمص إزاي بدون زيت؟ تتحط في الفرن ولا إزاي؟ أو بالفرن أو بالمقلة مثل ما تحمص القهوة. يعني تتحط بتتقطع حتت صغيره؟ طيب بتبقى صغيره متكسره؟ لا مو وايد صغيره، يعني فيها كل حبه 10 سنتي تقريبا. نعم. ضعيفه و10 سنتي هذه. نعم. اذا حمصناها بالمقله نقدر. نعم. نخلطها مع الرز. نعم. هذه اكثر شيء برمضان حق السحور مع السمك او مع بيض. طب او مع بتضيفي عليها حاجه اخت محمد بعد ما بتحمصيها؟ بتضيفي عليها حاجه ثانيه؟ لا لا ولا شيء. لما نسلق العيش نحط الرشته مع العيش بالماء دقيقتين عقب نصفيه كله، زي ما بتعمل مثلا رز بالشعريه. انت بتعمليه مثل الرز بالشعريه بالضبط، بتعمل كده. طب بس هذه بالرشته يعني طعمها احلى حتى من الشعريه. لا خلاص نجربها عندي شويه. هو في وفي رشته ثانيه اللي لما احنا نطبخ البقول في. نعم. 7 انواع بقول وفي. نعم. 7 انواع خضروات نقصصها ونسلقها مع بعضها، بعدين ناخذ الرشته نفس الطريقه اللي قصصناها بس بدون ما نحمصها ونحمرها. وتتحط فيها؟ نضيف عليها، بعدين نسوي البصل نحمره بالزيت مع شويه نعناع ونصبه عليه. طب تبقى شكلها اني واحده فيهم؟ شكلها زي الليبي اللي عملناها ولا زي التونسي ولا؟ لا لا شكلها مثل القاش الايراني. القاش الايراني يعني بتبقى شوربه لسه يعني؟ ممكن مثل شوربه تصير ثقيله مع القاش، هذه تخليها تتماسك مع البقول والخضره، وايد لذيذه تعتبر. هذه رشته احنا نقصصها بروحنا. يا ريت كنت اعرف قبلها وكنت اعمل بقيتها من انواع الرشته، لكن انا بشكر حضرتك لان طلبنا فعلا. انا عمال اسال في رشته. أي. انا سامع ان في رشته مش بس في المنطقه دي، موجوده رشته في كل حته وكل واحد بيسميها بطريقه مختلفه، لكن ان شاء الله نعملها. واسماعيل بيقول كمان عندنا في عندهم في فلسطين بس ما لحقناش نجيب الوصفه، يبقى نعمل مره كمان الله. نكمل بقيه الرشته نخليها على جنب نحمص شويه وننشف شويه ونكمل ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الف الف شكرا. يعافي حضرتك. يعافي حضرتك. اما بالنسبه لفقره اللي احنا نتكلم عنها، بنقول ان ايه، ان مؤسسه او هيئه منظمه الصحه العالميه
قاموا باستطلاع يشوفوا فيه عدد المصابين بالأنيميا أو فقر الدم. قالوا أن الأطفال قبل سن المدرسة يعني قبل 6 سنين يعتبر 47% منهم بيصابوا بالأنيميا. النساء الحوامل 41% من نساء الحوامل في العالم، احنا بنتكلم على العالم كله، وغير الحوامل 30%. يعني الموضوع في عدد كبير جدا من تعداد سكان العالم المصابين بالأنيميا. طب المصابين بالأنيميا يعملوا ايه؟ محتاجين ياكلوا حديد، او محتاجين لما ياكلوا حديد ما يشربوش شاي بعدها عشان يساعد بيوقفش امتصاص الحديد، او لو بياكلوا حاجة فيها حديد زي السبانخ او اي مادة بيحط عليها اللي هو بيبقى فيتامين سي او ليمون برتقان اللي هو يظهر او يساعد على الامتصاص الاكتر. الحاجات اللي موجودة هنا هو تلاقيها زي المصادر النباتية اللي هو الشوكولاتة والسمسم والبذور والطماطم والمشمش الجاف والسبانخ والعسل الاسود، دي حاجات موجودة. والحاجات الحيوانية كان الكبدة والقوانص وكمان اللحمة الحمراء والبقول بجميع انواعها اللي هي بتبقى والقمح الكامل. يبقى دوت حاجات احنا اتكلمنا عنها، والنهاردة قلنا نعمل الحلو لحاجة ممكن نستخدم فيها المشمش. فهجيب هنا اللي هو قمر الدين بحطه هنا في قلب مية، بحيث ان انا دوت هيبقى الفكرة بتاعته بعمله قمر الدين مية، يبقى دوت الفكرة الاولانية. بسيبه لغاية لما يبقى عبارة عن صلصة زي ما بنعمله هنا، مش هضيف عليه سكر، هخليه زي ما هو هنا. بس كل اللي هضيف عليه هحط عليه شوية هنا قطعة من الزبدة، نحط هنا حتة من الزبدة على اساس هتبقى دي صلصة هستعملها. نحطها هنا نقلب الزبدة، وبعدين بخليها هنا على اساس ديت هزين بيها. هزين بيها ايه؟ هزين بيها الكيكه اللي هتتعمل، والكيكه اللي هتتعمل هيكون عباره عن نوعين من المشمش. بستعمل هنا مشمش جاف، بس الاول نحط هنا شويه من بياض البيض نخفقه شويه. انا كنت سايب فاصل البياض عن الصفار على اساس نعملها، لكن ممكن تتحط كلها كيكه سهله سريعه، احط كله مع بعض. بحط بياض البيض وهحط معاه الصفار، واحط هنا الزبده. يعني كنت ناوي ان انا اعملها هشه، لكن هتبقى هي الكيكه كلها متداخله مع بعضها، وعشان الوقت كمان، لكن عندكم الاختيار لو حبيت تفصلوا الاثنين. نحط هنا الزبده، وبحط معاها بقيه السكر، وبنحط مع دول المكونات اللي هي السايله. في زبادي اللي هو ممكن استعمل الروب، صفار البيض، يعني زي ما قلت ممكن البيض يبقى كامل مش محتاج ان انا افصله في الحاله ديت، وبستعمل عسل اسود. يبقى في الحاله ديت انا بحط هنا عسل اسود جوه الخلطه نفسها بتاعه الكيكه. مع دول احط شويه من القرفه وبيكنج باودر للطعم، وعلى اساس تبقى القرفه للطعم والبيكنج باودر عشان ترفع الكيكه نفسها. وبستعمل حليب، يبقى عندي كده كميه سائل كفايه. واخر حاجه بحطها بيكون الدقيق، وهستعمل دقيق قمح. يبقى احنا بنتكلم على دقيق القمح، ممكن استعملها كحبوب كامله او نفس القمح المطحون ممكن استعمله هنا اهو. نضيف الدقيق، وممكن استعمل المشمش كمان. زي ما قلنا ان المشمش الطازه بيبقى فيه ميه، يبقى المشمش اللي هو يعني دي بتبقى فكره العجينه. اخر حاجه بضيفها هنا وبجيب مشمش جاف على اساس ما فيهوش ميه، فاذا هيكون فايدته اكتر. نحط هنا المشمش، وبحط شويه من المكسرات عين جمل لو حبيت، ونقلب دول مره مع بعض، ودول بنحطهم في قلب قوالب كيك. يبقى انا عندي دلوقتي الكيكه معموله، بحطها في قلب قوالب الكيك، وبستعمل انواع المشمش اللي هي الطازه والانواع المشمش الثانيه ديت على اساس ازين بيها. لو حبيتوا ممكن تحطوا شويه من الزبده تحت هنوت، يعني ممكن نعمل هنا شويه صغيره هنا من الزبده هنا هوت في قلب الصينيه، وبعدين بحط معاها شوية صغيرين هنا من السكر، سكر بني. وعندكم اختيارات لو عايز احط كمان مشمش قبل ما بحط العجينة، ممكن اجيب هنا نحط العجينة
اللي احنا عملناها وبطبخها على اساس ممكن اقلبها لو حابب. ودي بتبقى فكره الكيكه. هنطلع الكيكه وناخد اتصال ونشوف ممكن نزينها بايه وممكن نستعمل العسل تاني. الو الو اهلا. ايوه مساء الخير. مساء الخير. اهلا مختار. ميرسي شيف اسامه على كل حاجه بتقدمها. ده من ذوقك. العفو. بصراحه استفدنا منك كتير قوي. طب الحمد لله. انا حابه بس اسال حضرتك على ثلاث اسئله. اتفضلي. بالنسبه للرافيولي هي نعم. نفس العجينه اللي انت عملتها؟ لا، الرافيولي بيبقى محطوط فيها، بتعمل من دقيق ابيض ممكن، بس بيبقى معاها بيض وزيت زيتون. بنزود عليها بيض وزيت زيتون. مش بزود، بيبقى هو دقيق وبيض وزيت زيتون. ايوه. وما بتحطش فيها ميه عاده يعني. كعجينه للمكرونه، وبعدها ممكن تستعمل كرافيولي او تبقى الفكره فيها حسب هي معموله مربعه او معموله مدوره او ريجاتوني او مكرونه عاديه. طب يا ريت تبقى حضرتك تخصص لنا حلقه ليها. حاضر. لان انا عندي ولادي بيحبوها جدا. تحت امرك. طيب. الله يخليك. السؤال الثاني. السؤال الثاني عايزه اسالك على محسن الكيك ومحسن الخبز. محسن الكيك ومحسن الخبز ليه عايزه تستعمليهم؟ انا بدور عليهم كتير بس مش بلاقيهم. والحمد لله انا ما بتلاقيهمش. انت عايزاهم ليه؟ انا يعني كنت بجيبهم معايا من مصر وانا جايه لان انا عايشه في ابو ظبي. طيب. ولما بعمل بيهم الخبز بالذات بيدي فرق كبير قوي في الطعم. طب انت مش بيقعد فتره اطول؟ ما بتشوفيش الخبز اللي احنا بنعمله مش بيبقى هش وهوائي وحلو وكبير وكله؟ اه. طيب ما بستعملش محسن. ما تعملي كده خالص، ولا محسن كيك ولا محسن خبز. لا لا ولا ده، لان في بيكنج باودر بستعمله للكيك وبستعمل خميره للعيش. بس لما بستعمل من غيرهم انا بحس انه بيبقى ناشف معايا شويه. يبقى محتاجه انك انت تسيبيها تتخمر اكتر. سيبيها تتخمر شويه اكتر، مجرد انها تخمر اكتر. بالظبط بالظبط. طيب السؤال الثالث واكون شكلي كده، بالنسبه للجليسرين بستخدمه في ايه في الحلويات؟ الجليسرين هو عوضا عن يعني مثلا كان جانا حاجه سؤال دلوقتي اللي ممكن تستعمله وهي بتعمل، هو مش الجليسرين عايز تاخد ديت يا احمد؟ طب خلينا نحط لك شويه سكر. اوكي اتفضل. بالنسبه للجليسرين او الكورن سيروب، خليني اتاكد، مش حكايه بتستعمليه في الحلويات، انت بتستعمليه في وصفات محدده لكن مش اساسي، مش حاجه اساسيه يعني. الحاجات اللي انت حضرتك بتقوليها عاده بيستعملوها حلوانيه واماكن متخصصه، مش هتفرق مع ربات البيوت ان هم ما بيبقاش عندهم الحاجات دي. لكن هقول لك على حاجه، بكره باذن الله في حلقتنا بكره نتكلم على موضوع الجليسرين، وكمان نتكلم على الوصفه اللي اتسالنا عليها، كان في سؤال جانا في بدايه الحلقه إذا كان ممكن أستعمل السكر اللي هي العجينة اللي بتتعمل والفندان اللي بتغطى بيها السكر. فإن شاء الله ممكن نتكلم عنها واتكلم على مقاديرها ونعمل حلقة عن الجلاش، لأن جالنا أكتر من سؤال الجلاش يتعمل إزاي، أو لو أنتوا عندكم الجلاش ممكن تعملوا بإيه. هنعمل منه موالح كتيرة، وإن شاء الله هيكون لطلب أم يوسف من عمان سألت عليه وهيكون حلقة مميزة. لكن النهاردة احنا عملنا الرشتة، لكن أصلها عجينة من مية ودقيق وملح، اتعملت بالطريقة ديت وقطعناها رفيع، عملناها بالطريقة الجزائري، كانت معمولة رفيعة متبخرة ومتعاملة معها خضار ودجاج. والتانية كانت معمولة أسمك شوية واتحطت زي مع اللحمة، مع اللحم المقدد، وبتغلي زي قبل ما تتبقبق شوية أو قبل ما تتمسك مع بعضها. اما التونسي دي كانت ليبيه، والتونسي كانت حطت في الفرن. واخر حاجه قلنا ان احنا عملنا حاجه خاصه بالانيميا، او اللي عندهم انيميا بيستعملوا فيها عسل اسود، بيستعملوا فيها مشمش، وممكن البقول واللحوم والكبده. نشوفكم على خير بكره، والف تحيه والف سلامه.